بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. هو وقت استحضار عظمة الأهلي وتلاحم قواته. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 671، يفتتحها المهندس عدلي باستدعاء عظمة الأهلي. طبعا هو طول عمرنا نقول عظمة الأهلي في تلاحم عناصره، مجلس إدارته مع أعضاء، مع جماهيره، مع لاعبته، مع أجهزته الفنية، هي لحمة واحدة بتخدم على بعضها وكل واحد له دوره. لما تيجي تفركش الأدوار وكل واحد ينظر على التاني، احنا في خطر. الخطر ليس في النتائج يا أستاذ إبراهيم، الخطر في المناخ اللي بيحطونا فيه اللي ما بيحبوناش في الدول حتى أستاذ إبراهيم. طب ما تخليك قول البتاع بعدين نرجع للموضوع ده. الخطر مش بس في كده، الخطر في كل التفاصيل اللي هتشوفوها في حلقة النهاردة، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، الكاف وأزمة جديدة، الغربال صدق ويجب أن تصدق، بعضمة لسانه قالوا الحكم اعترف، الجلك الفرج، أسرار الملك في لافيو الرأس الذهبية، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة.